أربع شلاشين. غسالة الأطباق، الديش ووشر. الديش ووشر في الحقيقة من الأجهزة المنزلية اللي يمكن في فترة من الفترات كانت بتبقى ترفيهية شوية، بس دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه بقت جهاز مهم جدا في البيت، بيسهل جدا على الأسرة شغل البيت وبالذات على ربة المنزل. ولو نتكلم عن غسالة الأطباق بنتكلم عن غسالة الأطباق التورنيدو. في الحقيقة غسالة الأطباق تورنيدو في منها أشكال وألوان زي ما بنقول، وأحجام مختلفة، وسعرها مناسب جدا وبجودة عالية جدا زي ما تورنيدو بيعودنا. النهاردة كده خلينا نتكلم، يمكن احنا أول امبارح اتكلمنا عن الغسالة وشفنا الغسالات وشرحتها لكم بالتفاصيل، بس تعالوا بقى نتكلم عليها لو الغسالة فيها عطل، لو الغسالة فيها مشكلة هنعمل ايه وهنتصرف معاها ازاي. خلونا نرحب بمهندس محمد عادل، مهندس دعم فني للاجهزه المنزليه بالعربي جروب، منورنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله كويس. كنت بشرح للناس الغساله وايه في حاجات بقى ما عرفتش اشرحها، قلت انت تبقى معانا النهارده عشان تشرح لي الحاجات اللي ما عرفتش اقولها. خلاص تمام ماشي. طيب اولا احنا بنستعرض الغسالات، احنا ورينا للناس احجامهم والوانهم والكلام ده من يومين، بس خلينا النهارده كده نتكلم عن بعض المشاكل اللي بتظهر في الغسالة. بس قبل ما نقول المشاكل اللي بتظهر من الغسالة، احكي لي كده، اول ما استلم الغسالة وتجيلي في البيت واطلعها من الكرتونة هتعامل معها ازاي؟ هو في الاول اللي انا بحتاج بس ان انا اعمله ان اتاكد ان السطح بتاع الارض يعني ان هو ثابت، وابدا اثبت الغسالة عليه وانا اتاكد ان هي متزنة. طيب. هي فيها رجول من قدام برضو وبظبطها. لازم اتاكد من اتزانها طبعا. بعد كده ابدا اوصل خرطوم دخول الميه وخرطوم الصرف. طيب الميه ميه واحده، هي ميه ساقعه وهي بتسخن الميه. بالظبط، هي فيها سخان. فيها سخان بالظبط، والصرف صرف واحد اكيد. طيب انا عارف ان في حجمين من الغسالات، في الغساله اللي هي دي الصغيره. احنا عندنا ال10 افراد اللي هي 45 سنتي. ايوه. وهي دي بعد كده. ودولت الستين. دول الستين سم. الستين بالظبط. لو حصل بعض الاعطال في الغسالة، يعني لو ظهر مثلا في بعض الاكواد بتظهر. مظبوط. في نظام في الغسالة لو حصل ده في كل في كلهم. فيهم كلهم. اوكي. لو حصل اي مشكلة بيظهر كود عطل على الشاشة اللي هو FF وF5. بالظبط كده، زي مثلا F5 او احيانا بيظهر باسم FF دبل F. ده معناه ان الغساله ما بتاخدش ميتها، يعني الميه ضعيفه. ممكن يكون بسبب ان الميه اتقطعت او ان الخرطوم متني، خرطوم دخول الميه، فبالتالي المستخدم بيروح يبص على مصدر الميه ويفحص الخرطوم، خرطوم دخول الميه، وكذلك في فلتر عند مدخل الميه بيبص عليه ممكن يكون في سدد او حاجه. اوكي. ده الاف اف او الاول اف 5. مظبوط بالظبط. طيب علشان نحافظ على كفاءة الغسالة، اعتقد في يعني هنقول صيانة دورية. بالظبط. مظبوط، لازم تتعمل. بس قبل ما نقولها، في F2 كمان. F2 ده ليه علاقة بالصرف، ان الصرف مسدود فبالتالي العميل بيروح. امال F5 دي كانت ايه؟ صرف برضه؟ ده دخول المية. دخول المية. لكن F2 الصرف. انا الغسالة ما بتصرفش. اوكي. فبيظهر كود طبعا، اكن الغسالة بتخاطب المستخدم، يعني تعرفوا ايه المشكلة. فساعتها المستخدم بيروح يبص على الصرف اذا كان لو في سدد او حاجة او خرطوم الصرف مسدود. كذلك في فلتر جوه الغسالة، ده مهم جدا ان احنا ننظفه مرة. طب افتح كده الغسالة دي ورينا فين الفلتر. اوكي اهو. فين الفلتر اللي هو ده؟ اوكي. اديني دي كده. ماشي اهو. فين بقى ده؟ مش ده بتاع الملح؟ لا، ده فلتر داخلي عادي، الملح جوه. اوكي. ده بيتنضف. كذلك اللي هو الجزء ده، ده بيتشال. كله ده بيتفك ويتشال. اوكي ماشي تمام. ده في كلهم كده. بالظبط. هنشوف واحده ثانيه دلوقتي. ويتنضف ازاي؟ بميه بسيط يعني. ميه. اوكي. طيب اهو فين العجل
ايوه عندنا برضو في صيانه دوريه هنا برضو، ازاي؟ يعني بما اننا عشان الناس سلمت في الرشاشات دي بتتنضف احيانا بتتسد، الرشاشه هو بيتفك كده. ايه ده؟ كابس. في سنون هنا دي الميه بتطلع منها يعني. فدي بتتنضف لو حصل فيها سدد او اي حاجه، لان لو اتسدت مش هتلف. اوكي. كذلك في الرشاش يعني في رشاش فوق برضه بيتفك ويتنضف. طبعا غسالات تورنيدو كلها فيها ثلاث رشاشات، رشاش تحت ورشاش فوق، وفي رشاش فوق خالص في الاخر. اوكي. اللي هو فوق خالص في السقف. ثلاث رشاشات. طب ممكن اركب الدرج تاني؟ انا ما كنتش عارف الموضوع ده، هروح افكك كل ده، عمري ما عرفت الصيانه. لا. اوكي نقفلها بقى. طيب في 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 دي الاكبر. دي ايه بقى؟ في ممكن نفتحها نوريها للناس؟ دي هي دي دي ال 13 فرد. الاكبر اللي جنبي اللي هي ال 15 ممكن نشوفها؟ هي دي اهي. اتفضل. اوكي اتفضل. نفس الحاجات. ده اللون الاسود، خلينا نقول للناس ده ده الدارك. سوري سوري، ده الغامق. بالظبط. اوكي. هنا ايه بقى؟ اوكي تمام. ايه بقى؟ دي 15 فرد. ساعه 15 فرد، العرض 60 سنتي. 60 في 60 في 85، ده الستاندرد تقريبا. ثلاث رشاشات وثلاث رفوف، يعني معانا هنا رف ثالث. ايه ده؟ ايه ده؟ ده حلو قوي الرف ده. عشان شوك وسكاكين. والمعالق كبيره، يعني ممكن كبيرة. تتحط هنا. طبعا احنا عندنا هنا بس شوك وسكاكين. المعالق والشوك وسكاكين. وحلو انه مقفول كده. عندنا هنا رف ثالث لو معالق طويله. دي بس اللي فيها رف الثالث ولا في ال 15 فرد. ال 15 فرد. وبرده بتتميز فيها لمبه من جوه ال 15 فرد. استنى كده. فيها لمبه من جوه. اللي هي ال 15 فرد. أوكي. في لمبه ليد اهو عشان لو تبقى منوره. بالظبط، تبقى منوره من جوه. فين اللمبه دي؟ اهي الجنب ده. اهي. زي بتاعت الثلاجه شويه. بالظبط كده. لمبه ليد لون ابيض. اوكي. ده ازاي؟ المفروض من النص تتعمل، انا عملتها من الجنب. سوري انا ايه. هنا طبعا بيتحط الزيت بتاع التلميع. هنا الزيت والتانية بيتحط فيها الصابون، بيتحط المسحوق البودر. في ثلاث مستويات اهو، بيتحط حسب تعليمات شركه المسحوق. اوكي. وحسب الكميه. والملح مكانه جوه. الملح ده كله قد ايه نحطه؟ هو احنا عندنا لمبه الغساله بتنور لمبه، تعرفنا اذا كان الملح خالص. فين بقى؟ ورينا كده. في كلهم برضو؟ بس هنا عشان الشاشة تاتش بالكامل بس. الايكون بتاعت الملح او باينة هنا. دي لمبة الملح اللي هما سهمين عكس بعض. دول لو نورت معناه ان المستخدم يزود ملح. برضو عندنا لمبة الزيت. دول اللي هما بنملاهم مرة واحدة ونستنى لغاية لما اللمبة دي تنور. مش زي المسحوق. مش زي المسحوق. مع كل غسلة. بالظبط. طيب احنا كده عرفنا كمان موضوع فحص الرشاشات ونتاكد انها مش مسدوده. ما كنتش اعرف ان احنا ممكن نفكها بمنتهى السهوله. بالظبط. ايه كمان؟ في ان احنا ممكن نعمل دوره تنظيف بقى للغساله وهي فاضيه. كل قد ايه؟ كل شهر. نحط ايه بدل المسحوق؟ في خلف. ممكن ستريك اسيد اللي هو حمض الستريك ده ممكن نستخدمه، نحطه في مكان يا اما في الحوض مباشره او يعني احنا ممكن دي نحط ايه قلت؟ اللي هو حمض الستريك، اللي هو الاسم الدرجي اللي هو ملح الليمون، نحطه هنا. بالظبط. او ممكن في الحوض مباشره، في الحوض يعني. نفسه. تمام. او ممكن نستخدم طبعا منتج خاص بتنظيف غسالات الاطباق يعني. في كده. في موجود في الموضوع ده. في منتج يا اما لو مفيش ميه وخلاص. هو يفضل بماده، يعني ماده منظفه عشان تنظف الخراطيم والحاجات اللي جواها. وبنختار برنامج يكون اعلى درجه حراره طبعا، سخن قوي وطويل. بالظبط. اوكي. وبنشغل غساله وهي فاضيه. اوكي. النهارده شرفتيني ونورتني. العفو. ميرسي. اهلا وسهلا بيك. كده شفنا غسالات تورنيدو، غسالات الديش ووشر او غسالات الاطباق من تورنيدو بالحجمين باللونين بالتفاصيل، وعرفنا ازاي الصيانه وازاي نحافظ عليهم لاطول فتره ممكنه. بشكر مهندس محمد عادل، مهندس دعم فني للاجهزه المنزليه بالعربي جروب، على وجوده معانا النهارده وانه سهل لنا ازاي نستخدم الغساله ونحافظ عليها اطول فتره ممكنه. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم على لو سمحتوا.